الباحثة في الشأن السياسي نوال الموسوي. سيدة نوال، مرحبا بك. برأيك ما هي أولويات التشريعات الواجب إقرارها بالبرلمان خلال الفترة المقبلة؟ نعم، تحية طيبة لحضرتك، للأستاذة سؤدد، لكل المشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير مقدما. بالحقيقة يعني عادة يتم إصدار القوانين من قبل الحكومة وتذهب إلى البرلمان، وبالتالي تقوم الكتل السياسية بجلسة تشاورية. طبعا رؤساء الكتل السياسية يقومون بجلسة تشاورية ويختارون أو يصدرون القرارات النهائية بخصوص مناقشة القوانين التي ترسلها الحكومة. فباعتبار أنه السيد السوداني ألزم نفسه بتوقيتات ضمن البرنامج الحكومي الذي طرحه وتم التصويت عليه بالغالبية من قبل الكتل المشكلة لإدارة الدولة، فمن أهم تلك القوانين هو فعلا قانون النفط والغاز، وكذلك قانون العفو العام. لكن هناك تجاوزات على هذه التوقيتات. اليوم عمر الحكومة ما يقارب 8 أشهر، لغاية الآن لا توجد أي تحركات حقيقية، وتحديدا فيما يخص قانون النفط والغاز. لربما هذا القانون يعيقه بعض التدخلات الإقليمية، وهناك بعض التحركات الحثيثة سواء على مستوى العراق سواء على مستوى الدول الإقليمية. العراق يترقب زيارة مهمة جدا من قبل السيد رجب طيب أردوغان ومن قبل الشيخ محمد بن زايد في القريب العاجل لمناقشة أهم الملفات، وأهم هذه الملفات يعني يضمن قانون النفط والغاز، وكذلك إحياء خط جيهان التركي بالنسبة للنفط في الإقليم، وكذلك الاستثمار في الغاز. فهذه الزيارة عليها الترقب الكثير، ولا بد أن يعني تكون مخرجاتها لصالح الاقتصاد العراقي ولصالح أيضا العملية السياسية وبعض التوقيتات المهمة. نعم، تفضل. تحدثت أن هناك، لو نبقى في موضوع قانون النفط والغاز، تحدثت بأن هناك تجاوز على التوقيتات، وبالتالي يعني هذا السجال الدائم بين المركز والإقليم لم ينتهي في السابق. هل من الممكن بعد الضمانات التي حصل عليها الإقليم وخاصة بعد التصويت على الموازنة أن يحصل على قانون النفط والغاز، يعني هذا التنازع الكبير بينه وبين المركز في عملية تصدير النفط؟ كما أشرت لحضرتك أنه ضمنت هذه الاتفاقية أهم القوانين ومن ضمنها قانون النفط والغاز، لكنه غير صالح الآن لي يعني أن يقر بهذه السهولة. هناك تأثيرات يعني معوقات محلية وإقليمية ودولية كذلك، فهي بحاجة إلى التباحث المتواصل وبشكل مستمر. وحتى من قبل الجانب الكردي هناك تفهم لهذا الموضوع ولأهميته كذلك ولصعوبة تمريره، فالتفاهمات التي تأخذ مداها فيما بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، هناك لجان فنية تقوم بمراقبة تقدم مستوى التفاهمات فيما يخص قانون النفط والغاز، وكذلك فيما يخص مثلا قانون العفو العام الذي قد يتأخر تشريعه لما بعد الانتخابات نتيجة مناكفات سياسية. يعني باعتقاد إنه جميع الملفات الخدمية ستكون مؤهلة للمضي قريبا، وخصوصا بعد يعني تشريع الموازنة. طيب، العديد من الخدمات نلاحظها سيدة نوال، أو تتعلق بالنفط أو تتعلق بالحصص التي يتم توزيعها بين المحافظات، ربما نقول هناك سجال سياسي يتم حولها ومناكفات ربما تأخذ وقتا. أما موضوع يتعلق بأناس مسجونين ظلما بسبب المخبر السري أو بسبب وشاية كاذبة وهم يقبعون في السجون حتى دون محاكمات، هل من المنطق أن يتأخر هذا القانون ويطول؟
يعني إذا ما تكون هناك تحركات واضحة من قبل الكتل السنية تحديدا اللي يعني طالبت بهذا القانون ووضعته ضمن شروط ائتلاف إدارة الدولة، باعتقادي سيتم تأخير هذا الموضوع لما بعد انتخابات مجالس المحافظات، وهذا ما أعلنت عنه بعض الأطراف المنتمية إلى الحكومة خوفا من أو حسب ما وصفوه هم بأنه يعتبرون هذا الموضوع سيكون من ضمن الـ يعني موجة الانتخابات والمكاسب الانتخابية التي قد تحسب لجهات سياسية معينة. فعلى الكتل السنية أن تسعى حثيثا في تقديم هذه النقطة كنقطة أساسية للمضي بانتخابات مجالس المحافظات على سبيل المثال. طيب. العديد من القوانين المهمة قبل أن نذهب إلى انتخابات مجالس المحافظات، لأنه وبكل صراحة ستكون الكتل السياسية غير ملزمة باتجاه أي اتفاق، سواء في الاتفاق الذي وقعت عليه الكتل أو في اتفاق ائتلاف إدارة الدولة. هناك العديد من المتغيرات التي ستطرأ على هذه التحالفات، فلربما السعي مطلوب أيضا من قبل الكتل السنية لتبني هذا القانون ومحاولة تشريعه بالقريب العاجل. طيب، وهذا طبعا يعود أيضا إلى أجندة البرلمان العراقي. لضيق الوقت تحدثت عن موضوع الانتخابات. نعم. التي من المفترض أن تجري في الشهر 12 من هذه السنة، أليس هناك من المفترض أن تكون أولويات يجب تحقيقها من أجل أن يذهب الناخب إلى الانتخابات وينتخب الكتل التي وعدته مثلا بإعادة النازحين وبإخراج المعتقلين من السجون؟ هذه أولويات يجب أن تتم قبل أن يطرح موعد انتخابي. بالضبط. يعني فيما يخص موضوع عودة النازحين، هناك مساعي حثيثة وبرعاية الأمم المتحدة وبرعاية أيضا الولايات المتحدة وبرنامج يونامي لإعادة النازحين، هذه جهود واضحة ويعني نلاحظها بدقة فيما يخص مثلا مخيم الجدعة في العديد من المخيمات. طبعا هذا بمطالب أممية وليس فقط بمطالب محلية ومن قبل الكتل السياسية، لكن فيما يخص بعض المواضيع المهمة المتعلقة ببعض القوانين التي يترقبها أو تترقبها الكتل السياسية التي شكلت ائتلاف إدارة الدولة، لا ننكر أن هناك محاولات في شراء الوقت لدفع هذه القوانين المهمة. نعم. وتأخيرها نتيجة انتظار وانشغال انتخابات الغالبية من الكتل يعني ما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات. ولا ننكر أنه السيد السوداني يتحمل جزء من هذا التأخير. هناك العديد من يعني الجوانب الإيجابية في مسار الحكومة فيما يخص الخدمات، فيما يقدم من خدمات وخصوصا في بغداد، في مدينة بغداد هناك حملة إعمار يقودها السيد الأمين أمين بغداد مشكورا على هذه المساعي، عمار موسى يبذل جهدا حقيقيا في بغداد. لكن فيما يخص الاتفاق السياسي هناك شراء للوقت، وهناك قد تكون مماطلة ونوعا من التسويف، نظرا لأنه يعني بعض الكتل هي غير واقعية وتحديدا فيما يسمى مثلا داخل البيت الشيعي هناك كيانات سياسية معارضة، ولربما صدر قريبا اعتراض مباشر من قبل السيد الخزعلي حول قانون العفو العام. فهذه المناكفات السياسية وعدم وضع أولويات فيما بين الكتل لتشريع القوانين المهمة على الجانب الإنساني وعلى جانب الاتفاق السياسي، فنحن بالحقيقة وبكل صراحة سنذهب إلى المزيد من التسويفات في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه العملية الانتخابية. كيف تنظرين للانتخابات المقبلة من ناحية المشاركة العددية للجمهور وللناخب في هذه الانتخابات، وكذلك على صعيد إنجاح هذه الانتخابات سواء من مفوضية الانتخابات أو من قبل الأطراف الساعية إلى إنجاحها عن طريق إشراك الأمم المتحدة تكون مشرفة عليها؟ نعم.
يعني باعتقادي موضوعة الانتخابات هي فيها بعدين، البعد الفني والبعد السياسي. البعد الفني هناك مشاكل وإشكاليات واضحة، وبعض الأطراف السياسية وفي مقدمة هذه الأطراف السيد الحكيم الذي يطالب مرارا وتكرارا بقية الكتل السياسية الشيعية بتغيير أعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات، وهذا التغيير وفق هذه الفترة المحدودة والوجيزة ستكون هناك إشكالية حقيقية في اختيار مفوضية مستقلة، وخصوصا أيضا لا ننسى أن هناك لاعب أساسي سياسي هو مغيب بالكامل من هذه العملية السياسية. أما فيما يخص أو يتعلق بالجانب السياسي فهناك تردد من قبل مثلا السيد هادي العامري بالمضي بإجراء انتخابات، وهذا ما يعني يعزى إلى محاولته في إشراك التيار الصدري. أما بقية الكيانات والكتل السياسية فهي مهيئة، وإن كانت هناك نقاط لا تزال عالقة وسوف تبقى عالقة، يعني سيد نوال نتحدث بصراحة هنا ستبقى عالقة هذه الملفات طالما نتحدث بصراحة سيد نوال لغاية أن تنتهي. نعم طالما نتحدث بصراحة، اللاعب السياسي الغائب اليوم ربما تحدث لكن بطريقة غير مباشرة بأنه ينوي الدخول في الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات على مستوى كتلتين أو تشكيلين جديدين بعيدا عن تسمية التيار الصدري بل بأسماء أخرى. برأيك ما مدى نجاح هذه الطريقة في الدخول إلى الانتخابات، انتخابات المحلية؟ نعم، باعتقادي أنه هذا الموضوع يحتاج أيضا توضيح بشكل مباشر من قبل التيار الصدري، وإن كان يعني لو صدر قرارا بدخول انتخابات مجالس المحافظات فستعود الكتل المشكلة للإطار التنسيقي الشيعي ستعود إلى التضامن والتحالف بالضد من التيار الصدري. أما لو بقي مجهولة المشاركة ومجهولة القوائم التي ينوى أن يعني أن تدخل للانتخابات سنلاحظ يعني حيرة لدى الجماهير وتحديدا جمهور التيار الصدري، فهنا ستكون مشكلة حقيقية بالنسبة للتيار أولا، فهو لا يمكن أن لا يشارك في هذه المرحلة المفصلية والمهمة، ولا يمكن أن يشارك بهذه الطريقة غير الواضحة وغير المعلنة، وإن شارك بطريقة معلنة فسيتم التحالف من قبل الإطار التنسيقي والوقوف بالضد من التيار الصدري، وتحديدا وإن كانت هناك رؤية كما أشرت لحضرتك أنه السيد هادي العامري يحاول إشراك التيار الصدري على الأقل لضمان انسيابية الانتخابات ومخرجاتها وبالتالي الإعداد لمرحلة مفصلية مهمة في قادم الأيام. لكن لا تزال الأمور فيها العديد من الإشكاليات والعوالق، وهناك صد بالكامل من قبل التيار الصدري أو تحديدا زعيم التيار الصدري يعني التباحث بشكل مباشر مع القادة الذين شكلوا ائتلاف إدارة الدولة. شكرا جزيلا لك يا الباحثة في الشأن السياسي نوال الموسوي على كل هذه المعلومات.